أعمل مقبل، أعمل مقبل. أحبتي في الله، ها نحن الآن نودع عاما عملنا فيه أعمالا لا تحصى ولا تعد، ولكنها معدودة ومحسوبة علينا، مكتوبة في كتبنا، مكتوبة ومسطرة على جبيننا. فيا ترى ما الذي نفعله الآن ونحن نودع هذا العام في أعمالنا التي قمنا بها؟ ما أحوجنا إلى الدين؟ ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله؟ ما أحوجنا إلى الدعاء والتضرع إلى الله؟ ما أحوجنا إلى البكاء بين يدي الله؟ ما أحوجنا الآن إلى أن نستغفر الله؟ ما أحوجنا الآن إلى أن نقرأ كتاب الله؟ ها نحن الآن أحبتي في الله، المولى جل وعلا أكرم أبينا آدم على دين الإسلام وعلى دين الفطرة، وأكرم الأنبياء كلهم على دين الإسلام دين الفطرة، وارتضى المولى جل وعلا هذا الدين لهذه الأمة، وذكر لفظ الإسلام في القرآن 6 مرات، وفي كل مرة له إعجاز بلاغي لا تدركه الأفهام ولا العقول إلا من رحم ربي. فمن الأسرار في القرآن العظيم أن الإيمان له 6 أركان، كذلك ذكر الإسلام 6 مرات، لأنه متعلق بالإيمان. الإسلام متعلق بالإيمان. إذن الآية الأولى أو شطرها إن الدين عند الله الإسلام، يبقى أول آية ذكر فيها لفظ الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. الآية التي ذكر فيها الإسلام الثانية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى أول شيء ربنا ارتضى دين الإسلام للناس، بعد كده اللي هيتخذ دين غير دين الإسلام فلن يقبل المولى جل وعلا منه صرفا ولا عدلا، ولن يقبل منه عملا. الآية التي تليها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الآية الثالثة ترتيبها في الذكر للإسلام إن ربنا سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين وأتمه، فلا زيادة ولا نقصان، لا يأتي أحد يزيد أو ينقص من الدين، طالما أن هناك ثبوت ودلالة، ودلالة ثبوتية بالقرآن والسنة، لا يجب على أي إنسان أن يزيد أو ينقص من هذا الدين أو هذا الكتاب. خلاص انتهى، أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. الآية التي ذكر فيها لفظ الإسلام من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يبقى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يبقى شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ارتضى الإسلام، اللي هياخد دين غير الإسلام لن يقبل منه، ربنا أتم الدين وأتم الإسلام ورضي لنا هذا الدين. الآية التي تليها ذكر فيها الإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تلاقي صدره منشرح للدين، تلاقي صدره كله مليان بالأمل وبالحب وبالطاعة بكل شيء يرضي ربنا. يبقى لربنا سبحانه وتعالى كتب له الهداية شرح صدره للإسلام، يبقى احمدوا ربنا على أن ربنا شرح صدرك للدين، احمدوا ربنا أن ربنا هداك للإسلام. الآية التي تليها ذكر فيها لفظ الإسلام
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شفتوا بقى المعاني اللي ذكر فيها لفظ الإسلام في القرآن؟ يبقى لربنا شرح له صدره، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شفتوا الآيات متعلقة ازاي، واللفظ البلاغي والترتيب اللي ذكر فيه لفظ الإسلام في القرآن. أدي عظمة القرآن، وأدي عظمة الإسلام والدين اللي احنا عاوزين نرجع له النهاردة. حاجتنا إلى الدين، حاجتنا إلى المغفرة ومحاسبة النفس، حاجتنا إلى التوبة. سبحان الله العظيم. يبقى من يرد الله أن فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شفتوا؟ إذن أحبتي في الله، يجب علينا أن نعود إلى الله، أن نسترجع أمورنا ونعود إلى ربنا. فمن أظلم ممن كذب على الله وهو يدعى إلى الإسلام. يبقى هنا عايزين نشوف ربنا ادانا كل ده، وفي آخر آية ذكر فيها لفظ الإسلام، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هتفترى على ربنا الكذب بعد ما ربنا وضح لك كل الأمور عن الإسلام وادلك كل الأمور عن الإسلام، وبعد كده هتدعي الكذب ومش هتدخل في دين الإسلام، يبقى أولك من ربنا خلاص تحر. يبقى كده وصلنا إلى المرحلة النهائية، والله لا يهدي القوم الظالمين، انتهى الأمر خلاص. ربنا ادلك كل المقومات وادلك كل الأمور والبراهين والأدلة، خلاص انت حر بعد كده. افترى الكذب وافتريت وكذبت على ربنا وما عجبكش الإسلام، خلاص انت حر، الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن